بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بالخير دائما وأبدا. أهلا وسهلا بكم في إطلالة متجددة وأسبوعية أخرى من جديد عبر برنامجكم الأسبوعي صدى الجماهير. من خلال هذه النافذة والإطلالة نطل بها عليكم أسبوعيا لتخصيص وقت معين فقط للجماهير للتعبير عن آرائها، أكيد للحديث عن يعني الحديث يتبقى عن دوري عمالة المحترفين وبطولة الكأس الغالية. الدوري يصل للأمتار الأخيرة وإلى الآن من البطل لم يكتشف أو لم يحدد. في الجولة الأخيرة إن شاء الله يوم الجمعة سوف يتحدد من يكون بطل دوري عمالة لهذا الموسم 2016-2017 من خلال مباراة تجمع بين ظفار المتصدر وملحق نادي الشباب. على الجانب الآخر بطولة الكأس الغالية الأسبوع القادم 25 من هذا الشهر، النهائي المنتظر أيضا بين السويق وظفار في مجمع السلطان قابوس الرياضي بولاية بوشهر. أكيد قنوات التواصل في البرنامج من خلال الاتصال ومواقع التواصل الاجتماعي، بداية بالاتصال على 2469-4494 و2469-38-3. هذا بالنسبة للمشاركة عبر خطوط الاتصال و يعني إدلاء بالآراء اللي ممكن نسمعها من كل الجماهير اللي راح تتواصل معنا. أيضا على حساب موقع أو على موقع التواصل الاجتماعي تويتر حساب البرنامج على @صدى_ الجماهير مجموعة من الاطروحات اللي راح نطرحها، والسؤال الأكثر اللي راح يطرح هذا اليوم: من تتوقع أن يكون بطل لدوري عمالة المحترفين في الجولة الأخيرة اللي راح تلعب يوم الجمعة بإذن الله تعالى. أيضا على الانستغرام على @صدى_ الجماهير مجموعة من الصور تمنشن لحساب البرنامج نستعرضها سوية خلال وقت البرنامج. الوسيلة الأخرى اللي تم استحداثها هي طبعا الواتساب، رقم الواتساب على 9140188، من خلاله رسائل سلبية توجه للإدارات، للجماهير، للأندية، للاعبين، لكل من تحب أن توجه له رسالة تخص دوري المحترفين بطولة الكأس الغالية، توجهها عن طريق سلفي 10 15 ثانية 20 ثانية، لكن الوقت بدون تجريح راح تكون دايركت نستعرضها في البرنامج. بعد الفاصل إن شاء الله الانطلاق في صدى الجماهير مجموعة من اللقاءات وأصداء الجماهير في ملاعب المباريات في الجولة قبل الأخيرة. ابقوا معنا بعد الفاصل نعود إليكم. اهلا بكم من جديد متابعينا الكرام. من خلال اكيد حلقه اليوم اللي استعرضنا راح تكون معنا مجموعه من الاصداء اللي راح نتابعها باذن الله تعالى في هذه الحلقه. انا اتمنى اكيد ايضا من الاخوان اللي راح يشاركونا اليوم من هو البطل المتوقع اللي راح يتوج يوم الجمعه باذن الله تعالى، هل الظفار ام شباب؟ الشباب ظفار في مباراه راح تكون اكيد حاميه الوطيس بين الفريقين، ظفار يلعب بفرصتين بالفوز والتعادل، الشباب بفرصه الفوز والنظر اكيد للمواجهات المباشره وغيرها. طبعا ما راح تكون في مباراه فاصله في حال فوز الشباب في مباراه يوم الجمعه، راح يتساووا بالنقاط وراح نشوف فيها المواجهات المباشره والاهداف وغيرها من الاشياء اللي اكيد استوضحتها لجنه المسابقات. من جديد ارقام الهواتف الخاصه بالاتصال 2469-4444 2469-9888-3. وبخيت الحسني اول متصلين. بخيت مساء الخير. مساء الخير استاذ
السلام عليكم يا بخيت. مساء النور احمد، كيف حالك؟ اهلا وسهلا بك، كيفك يا بخيت؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. احمد كيف حالك؟ طيب الحمد لله تمام، يسرك الحال. الحمد لله بخير يا احمد، كيف حالك؟ الله يعافيك ويسرك. ايش اخبارك؟ بخير الحمد لله، يسعدك ربي يا بخيت. كيف اوضاعكم ان شاء الله؟ تمام الله يبارك فيك. وينك طولت احمد، ما اختفيت عن الشاشه احمد شويه، بس لظروف معينه والحمد لله احنا اليوم نرجع لكم ونعود معاكم ونختم الموسم معاكم باذن الله تعالى. تفضل يا بخيت، تفضل. الله يبارك فيك احمد، الله يديم عليك الخير والعافيه ان شاء آمين. الله امين 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 ان شاء الله. تفضل بخير. والله ما انت بس عندي بس ايش بقول لك بخصوص النادي، لكن عسى ان شاء الله يجعلنا ان شاء الله في المباراه مع العروبه ان شاء الله، باقي هي الامل ان شاء الله عشان الفريق يبتعد عن الملحق وغيره ويضمن ويثبت اموره في الدوري هالسنه ان شاء الله، يكون يبتعد عن الملحق ان شاء الله، عسى ان شاء الله نتمنى هذا الشيء. حلو حلو. بخيت تتوقع من بطل السنة إن شاء الله راح يتوج يوم الجمعة في مباراة ظفار والشباب؟ إن شاء الله ظفار. ظفار، وهذا صوت الظفار. يعطيك العافية يا بخيت. الله يبارك فيك أحمد، أحسنت بارك الله. شكرا شكرا لك، شكرا يا بخيت، يعطيك ألف عافية. إن شاء الله مساك سعيد وليلة سعيدة لك بإذن الله تعالى. انتقل لاتصال آخر، عزان الرمح، وراح نسمع كده بيات رائعة جميلة. الرحبي عزان، انتظر الرمح يا إذن. عزان كيف الحال؟ سلام ورحمة الله يا أحمد، كيف الحال؟ كيف أوضاعك؟ إيش أخبارك؟ طيب طيب، خاصة لما نسمع أصواتكم الطيبة يعني صراحة تكون تعطينا زيادة حماس. يا هلا وسهلا بك يا عزان، وأبياتك الطيبة والرائعة اللي افتقدتها خلال الفترة الماضية، ونسمع كذا أبيات جميلة ورائعة منك يا عزان. عسى إن شاء الله أنها تكون تسمع مني تسمعوها وتكون تعجبكم وتعجب كل الشعب الأماني إن شاء الله. بارك الله فيك، روح الرياضيين. بارك الله فيك، تفضل تفضل يا عزان. دام فضلك أقول فيها سلام الله والتحية من عمان على الوطن وأهل الوطن والوافدين، أذرة القناة الرياضية الآن، أحيي الرياضيين كلهم أجمعين، أحيي الرياضيين وافخر من زمان بنجوم الكورة فعلا عنيقين، بكل لاعب هداف له قدر وشان يحقق آمال الفرح في كل حين، في كل حين ناديه يفرح به وربعه يا أخوان يا أخوان، وله يصفقوا كلهم من يسار ويمين يمين، وله يحسبوا إحساب إذا عان الأوان، قناص ما شاء الله عليه يا السامعين السامعين، إحنا نشجع لي يفوز بعطمنان من أي نادي كان، حنظ مباركين لما حديث الحظ يصبر مهما كان، الصبر مفتاح الفرج والله المعين، المعين الصبر للإنسان خبره وامتحان، واللي صبر يجبر يقولوا الأولين الأولين. شكرا لكم أقول، شكرا لكم أقول الله المستعان، لي تسمعوني كلكم يا الطيبين الطيبين احتعزان، إذا الشعر به زلة لسان ما عليك زود، يرجو العفو الرمحي وكونوا مسامحين مسامحين طالع عمرك مسامحين وما عليك زود، عد رعد وبرق بان، صلوا على محمد اللهم صل وسلم شفيع المسلمين، حيث الله مولانا صاحب الجلالة تاجد على رؤوسنا بالصحة آمين آمين والسلام آمين والعافية للشعب العماني آمين الذي وعاش السلطنة عمان حرة خضراء مستهرة، وقولوا آمين وشكرا لكم جدا آمين جدا آمين. عشت 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 يا عزان، عشت عشت، يعطيك ألف عافية وليلة سعيدة لك. شكرا لك يا عزان، يعطيك ألف عافية، دائما رايع بأبياتك الجميلة والرايع اللي يعني تفرحنا بسماعها دائما في كل أسبوع. شكرا لك عزان الرمحي. علي الهنائي مساء الخير علي. أحمد أهلا وسهلا بك، كيف حالك؟ طيب كيف صحتك؟ إن شاء الله بخير، الله يعطيك الصحة والعافية، منور الشاشة اليوم. نورك نورك يا أبو حسين، كيف صحتك؟ بخير تمام يا علي. طبعا أنا سيباوي صباري. سيباوي ها؟ سيباوي صباري طبعا أنا. سيباوي صباري، راحت عليكم السنة السيب، لكن إن شاء الله السنة القادمة معوضين إن شاء الله. أنا مشجع الزعيم.
مشجع الزعيم ما من اليوم من زمن الكابتن مطر عبد ربه ورشيد جابر. يا سلام، يعني انت خلاص مع الزعيم وتقول العاشره جاي في الطريق. نعم قلبا وقالبا. كم تتوقعها؟ الدوري والكاس ان شاء الله بنجمعها، الدوري والكاس باذن الله. يلا نشوف كيف الجمعه قريب والخميس القادم باذن الله تعالى. ان شاء الله برات الله الدوري والكاس للزعيم. يعطيك العافيه علي، يعطيك العافيه علي. طبعا هو خلص كلامه وروح على طول. هل هي العاشره للزعيم؟ هل هي الاولى للشباب؟ الكل ينتظر، يعني العاشرة مستعصي على الزعيم منذ فترة طويلة والشباب يبحث عن الأولى بالنسبة له، وأكيد جماهير الفريقين تتأمل الكثير من الأندية خلال الفترة القادمة. اتصالات يعني ناخذها إن شاء الله. السلام عليكم، مساء الخير. السلام عليكم. جميل، نذكر بأرقام اتصالات من جديد: 24-69-4-4-94-24-69-8-8-8-3. محمد مساء الخير. مساء النور السرور. أهلا وسهلا بك محمد. بك سهلا. كيف أوضاعك؟ الحمد لله. من وين محمد تكلمني؟ من صلالة. من صلالة. نعم. مع الزعيم، مع الملك، مع مين؟ لا نحن رعاة صلالة مع الزعيم. كيف الاستعدادات محمد؟ استعدادات إن شاء الله طيبة. أها. احنا مشجعين نادي صلاله، لكن الزعيم ما نتخلي عنه. اوه الزعيم راح يمثل محافظ ظفار في مباراه كبيره من ظلكوت الى شليم الى المزيونه. يستاهل الزعيم، يستاهل العاشره، لجل العاشره يستاهل ان شاء الله براس الله. نتمنى ان الجميع يعني يحضر ويؤازر في مباراه جماهيريه وختاميه للموسم ان شاء الله. ان شاء الله براس الله. تتوقع نتيجة معينة محمد؟ والله متوقع ان شاء الله 2-0. 2-0 الزعيم. الزعيم ان شاء الله. يعطيك العافية يا محمد، تسلم. العفو حياك الله. شكرا شكرا يا محمد، شكرا. اكيد يعني الى الان الزعيم في اكثر مناسبة يتوقع انه يكون ظفار هو الاقرب للبطولة. يوسف مساء الخير، السلام عليكم. مساء النور، كيف الحال؟ هلا وسهلا فيك يوسف، كيف الحال؟ الله. ايش اخبارك؟ عليكم السلام ورحمة الله. حياك يوسف، من وين تكلمني يوسف؟ والله من وادي المعاول. وادي المعاول يوسف. وشبابي إن شاء الله. أوه أكيد وادي المعاول يعني شبابي، ما فيها كلام. إيه نعم. كيف يعني الشباب في الفترة الأخيرة يوسف؟ ما هو الشباب يعني؟ سقط أمام مسقط، عمان، تعادلات، أضاع كثير يعني الشباب من النقاط كانت ممكن توصل إلى مرحلة إنه بعيد عنها الحسابات اللي راح يلعبها يوم الجمعة. هذا القهوة عمانية، قهوة عمانية نعطيها. المباراة النهائية إن شاء الله تحكم. كم توقعها للشباب؟ والله أتوقع 2-0. ظفار أجهز وجاهز للمباراة وعنده أيضا يعني إن شاء الله بيكون جاهز إن شاء الله بإذن الله. يعني الشباب جاهز بلاعبين 2-0؟ بالله. 2-0 للشباب؟ إن شاء الله. نترقب يوم الجمعة، يعطيك العافية يا يوسف وموفقين وكل الشبابية بإذن الله تعالى. آمين إن شاء الله. شكرا شكرا لك يوسف، شكرا. جميل، يوسف جمعان مساء الخير. كيف الحال؟ هلا وسهلا بك. منور يا الغالي، منور الحمد لله. نوركم يا عزيز، نوركم. الوالد ما يشوف شر إن شاء الله، شحوالك؟ الله الحمد لله رب العالمين، سلمك ويعطيك الصحة والعافية، الحمد لله في خير صحة وعافية إن شاء الله. منور الشاشة يا الغالي، منور. نورك يا أبو يعقوب. ظفراوية العظمى. نعم؟ البطولة ظفراوية بإذن الله تعالى. ظفراوية؟ بإذن الله تعالى. الشباب جاهز يعني، والشباب محتاج يفوز يعني. ظفار يلعب بفرصتين، الشباب بفرصة. ما في خوف من الثقة الزايدة ممكن تكون أبو يعقوب؟ لا والله، بس الشباب مع كل احترامي له، الشباب ينقصوا الخبرة في النهايات. بس أنا حبيت أتكلم بخصوص موضوع المدرجات يا العاصمي، أنت عارف المدرجات عقد. أيه. مدرجات بسيطة جدا، فما أعتقد أنها راح تكفي. ما راح تكفي الجماهير اللي راح تحضر. صلالة كلها. صح بالفعل. بخصوص المدرجات، كيف الوضع بيكون في المدرجات، توزيع المدرجات جماهير صلالة وجماهير الشباب؟ أتوقع أن الشباب له نسبة راح تكون بسيطة، ما راح تكون نسبة كبيرة، النسبة الأكبر راح تكون الجمهور أكيد ظفار بما أن يلعب في أرضه بين جماهيره. والله نتمنى، انت تعرف يعني تعتبر مباراه نهائيه. بالضبط، هي مباراه حسم في النهايه، احنا سعيدين ان تكون مباراه حسم، تستمتع بمباراه جميله بعيد عن كل شيء ونشوف من فيها الفائز في النهايه. نتمنى ذلك، نتمنى ذلك، وللفائز نقول مبروك وللخاسر نقول هارد لك، ونتمنى ظفراويه في كل الاحوال. يعطيك العافيه وكل التوفيق لكم ان شاء الله ابو يعقوب.
مشكور يا العظيم. شكرا 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 لك، الله يسعدك. الله يسعد لك للجميع ان شاء الله. نذكر قبل ما نروح نشوف اولى مباريات الليله والاصداء الليله، في مباراه بلاي اوف ريدينغ فولهام الكابتن علي الحبسي راح يلعب مباراه اياب بن خالد، يتحدد من الصاعد الى مباراه اخرى راح يلعبوها ايضا. مباراه الذهاب انتهت بالتعادل الايجابي 1-1، كل الامنيات والتوفيق للكابتن علي الحبسي ان شاء الله في تقديم مباراه كبيره اليوم، الفوز ومواصله الطريق نحو البريمير ليج باذن الله تعالى. مباراه عمان مسقط انتهت بالتعادل 1-1، ايضا الفريقين كانوا يتصارعوا على نقاط المباراه للابتعاد عن مناطق الخطر. نتابع الاصداء ولنا عوده. قدمين الهدف الحمد لله رب العالمين، هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى، وعشان ان شاء الله نستمر على هذه النتيجه وان شاء الله مسقط ما ينزل. يعني تحس اليوم مسقط امكانيه الفوز متاحه له بعد هذا الاداء والنتيجه؟ ان شاء الله ان شاء الله مسقط اليوم غير، مسقط اليوم غير بيفوز ان شاء الله. ايش اللي تغير مسقط اليوم؟ والله روح اللاعبين وروح واللعب الجماعي حاضر اليوم في المباراه. هي هذه مباراه موسم كامل، الشغل الموسم كامل بين اللاعبين والاداره والمدرب، هذه اليوم هي هذه المباراه الفاصله، هي هذه المباراه توحيد مقدمين الحمد لله. يعني التقدم 1-0 تحس مطمئن لكم؟ لا 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 بعد ما مطمئن، 1-0 في كره القدم ما مطمئن، انت 2-0 ما مطمئن، لان الفريق الاخر الثاني نادي عمان محتاج الفوز مثل ما انت محتاج الفوز للبقاء. اليوم هو فريقين هم ما يدخلهم في متاهات، في خساره واحد تعادل ما مصالح الفريقين. قادر مسقط انه يحافظ على النتيجه ان شاء الله باذن الله تعالى، ان شاء الله بنشوف تغييرات المدرب، يمكن يدخل المدافع يطلع مهاجم، نشوف كيف مدرب بصمه المدرب وضحت يعني في الدور الثاني الحمد لله رب العالمين. راضين عليك يا استاذ؟ لا اكيد 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 مدرب وطني ومعروف، راضين عليك. لا لا ان شاء الله، لا الفريق معنا ايضا مش ضاغط، بس يلعب الكل مرتده، تعال الفريق الفايز لازم يكون يرجع الورا شويه، ولكن ان شاء الله تعالى نهينا المباراه 1-0 ان شاء الله. بعض الجماهير يقول لك هذه مباراه الموسم بالنسبه لكم في مسقط، طبعا مع هذا التوجه؟ طبعا مباراه الموسم ان شاء الله، وهذه المباراه الخاص الحاسمه، في حال فوزنا ان شاء الله خلاص باقيين ان شاء الله في عن موضوعين محترفين. يعني كنادي مسقط هذا الموسم انتم في جماهير في عندكم نوع من العتب على الفريق وعلى الاداره وعلى اللاعبين؟ لا والله ما في عتب، ترى تغيرات لاعبين تغيرات مدربين كان في دور الاول، وتعرف هذه اللي صار، ولكن الفريق ما شاء الله عليه يعني عندنا نجوم بصراحه، لكن يلا ان شاء الله ننهي هذا الموسم والموسم القادم على خير ان شاء الله. والله هذا الهدف صراحه ما يطمن، الهدف الواحد ما يطمن في الاقل ثنينه، والمستوى النادي صراحه ما على كل حال. ايش اللي تحس اليوم ناقصنا النادي حتى يكون الانديه اللي تنافس؟ ايش اللي ناقصنا؟ ناقصنا رغبه اللاعب. ماشي يروح لا لو شيء لا لو شيء يروح لو شيء يروح وشيء ذاك يعني كان يختلف اللعب. دعم الجماهير ودعم الاداره الى حد هذا المستوى. وين الجماهير تقول عنه؟ انا اقول لك نحن ننافس تعرف علمه على الهبوط بس والنزول. تقول لي جماهير ما اشوف جماهير العدد الكبير. جماهير كما ما هذا مكان هذا؟ هذا 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 مكان هذا الجمهور اللي متوزع الحين، جمهور هناك جمهور هنا، هذا معقولة؟ ايش اللي تريده بالضبط عندك الجماهير؟ انا اريد الجماهير مكان واحد مثل تقول استاد شرطة، ملعب السيب، هذا الصح. هذا استاد شرطة. ها؟ مجمع بوشر قصدي انا، مجمع بوشر. انزين؟ هذا اللي نريده نحن. يعني تحس توزيع الجماهير بدخولهم هنا غير صحيح؟ غير صحيح. لكم انتم كجماهير يعني؟ كجماهير نعم. عشان كذا الجماهير متوزعه على الجوانب؟ هي نعم متوزعه على الجوانب الحين ما عليك الحال. شوف ما من الجماهير بالذات، اللاعبين ما عندهم رغبه، ما عندهم احساس ليقدموا شيء على النادي. الجمهور يدعم، الاداره تدعم، ما نعرف ايش الاسباب. الاسباب هي الرغبه. إذا كان في رغبة اللاعب فأي فريق فأي نادي يدي لك الواجب. روح الفريق مفقودة في هذا الموسم بالنسبة لنادي مسقط. أوه من العام مفقودة مو من السنة، من العام مفقودة. كيف نحن صعدنا الخوف
النزول بس والسنة كذلك، بس هذا أبو النافس علي. ما تعلمتم الدرس للموسم الماضي؟ هاي تعلموا بو ما في إنساني وما في قلب، يعني القلب إذا كان ما في قلب أنت ما فيك تلعب إيش ذاك يعني، أنت رغبتك ما تنزل الملعب ما عندك رغبة. عقيت اللوم كله على اللاعبين، وين الإدارة وين الجوانب الأخرى؟ أقول لك الإدارة والمدرب إيش بيسويوا إذا كان أنا لاعب وما عندي رغبة في اللعب، وإيش يجرم الحكم موسم المدرب وإيش يجرم الإدارة؟ قول أنت إيش يجرمه إذا كان عنده نقص في مبالغ ولا شيء، هذا شيء ثاني فهم. إذا اللاعب ما معطاي رواتبهم أي شيء هذا من حقهم. طيب وحصل المسقط والله عسى إن شاء الله، بعدنا تونا بادين في بداية الشوط الثاني، وعسى إن شاء الله ما شاء الله لعب الفريق، نتمنى إن شاء الله عسى. أنا متوقع 2-1 إن شاء الله لعمان. لعمان إن شاء الله بيرجع كذا فريقنا ونحبه، عسى إن شاء الله. الموسم هذا كيف رضاك مع الفريق؟ والله ما شاء الله، المباراة الأخيرة كانوا مع الشباب قبل 3 ما شاء الله، فنتمنى عسى إن شاء الله نتمنى يعني اليوم. لكن تحس اليوم يعني رغبة الفوز لمسقط أكبر اعتبارنا بحاجة لهذا الفوز؟ والله يمكن أنت ما تقدر تلوم، بعد عندنا حارس المرمى لنادي عمان عنده إصابة ترى، فيمكن هذه بعد نفس الشيء، فنتمنى عسى يا رب إن شاء الله إنه اليوم يكون مفوز إن شاء الله. البدلة لما تقول لي حارس مصاب البديل، ما تحس إنه يمكن ما بمستوى الحارس عشان كذا غامر بالمدرب وخلاه؟ والله ممكن ده. ممكن هذا. بخسرها 1-0 لحد الآن من نادي مصر. تحس اليوم فريق عمان أقل رغبة في الفوز من نادي مصر؟ لا طبعاً ما أقل، بس ترى طريقة اللعب وعدم الحظ، ضيعنا 3 فرص أول شوط كان ممكن تتغير النتيجة. وبعد واقي وقت ان شاء الله قادر العودة. طبعا ان شاء الله كجماهير من الناحية الفنية قادر يرجع، يرجع ان شاء الله باذن الله. طيب ايش مشكلة في هذه المباراة؟ والله ما في اي مشكلة سيوصل للمرمى، لكن اللمسة الاخيرة مع ما مفقودة هو يمكن ضغط المباريات، يعني مباراتين في اسبوع ضغط يعني بالنسبه للعيبه. لاعبين ما مهيئين للمباراه هذه؟ المباراه جاهزين شباب، بس ظروف المباراه والجو بعد حر جدا، فيمكن هذا ماثر عليهم بعد. ان شاء الله باذن الله تعالى قادم ان شاء الله. جماهير الضغط، والله الجماهير مثل ما قال زميلي ابو صادق، ترى احيانا إذا الجمهور منتمي ويحب النادي راح إن شاء الله وين ما بيكون راح يجي يوصل له. أهلا بكم مشاهدين الكرام. في ردود يعني فعل متباينة في يعني جمهور من خلال نقاط جمهور نادي مسقط. طبعا نادي عمان خير شر ما في حد من الجماهير متواجد، وهذا الشيء تعودنا عليه طوال الموسم يعني مش الآن فقط. بالنسبة لجمهور مسقط في استياء، يمكن أن الفريق ما هو المستوى اللي قدمه من الموسم الماضي لهذا الموسم، وكل ما يأمل أنه الفريق يبقى خلال هذه الفترة من الدوري. الشيخ طلال المعمري الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للاتصالات عمان تل راح يرعى حفل الختام، وراح يتوج أكيد الفريق الفائز بدوري عمان تل المحترفين يوم الجمعة ظفار الشباب ظفار. راح نتابع أكيد بين الفريق الفائز، هي المباراة اللي راح تكون الأبرز بغير مباريات طبعا أكيد تحديد الملحق، ومن سيلعب ضد نادي مرباط خلال يوم الجمعة راح نتعرف عليه. أيضا هناك صراع آخر في القاع للابتعاد عن مباراة الملحق والاطمئنان وانتهاء الدوري في مكان مطمئن، واستعداد آخر راح يكون للموسم القادم. خلونا نروح لتويتر مجموعة من المشاركات، والسؤال اللي طرحناه من يتوقع البطل اللي راح يتوج يوم الجمعة بإذن الله تعالى. نتابع. ماجد الحمداني يقول لك طبعا في سؤال آخر، المدرب هو السبب والدليل نقاط الشباب في النصف الأول أكثر بكثير من النصف الثاني، قرار اتحاد الكرة سينهي فرحة 3 ولايات للقب طال انتظاره سنوات. كل شيء جائز. أبو تركي والله حرام بداية الموسم لعبه فوز في الأخير ما يأخذ الدوري، الدوري دائما محتاج كذا نفس طويل للنهاية، والشاطر اللي يقدر
يواصل في النفس، والشباب باقي حظوظه. فريق الجزيرة يقول نتمنى التوفيق لكل الناديين للظفر بلقب دوري عمانة المحترفين. تحياتنا لطاقم البرنامج أو بطاقم صدى الجماهير من فريق الجزيرة، لكم التحية لفريق الجزيرة وكل التوفيق للفريقين، الفرصة متاحة للفريقين. مهند عبيدون، لازالت لدى الشباب الفرصة بآخر جولة، عليهم الحسم وليس تدارك الأمور. بالفعل هذا الكلام اللي يقول مهند، اللي قاله مهند، أنه بالفعل الفرصة لازالت مواتية. أسامة قال لك الدوري شباب يختصر كل الكلام كل الحق. أمير يقول مساء الخير، الدوري محسوم لظفار بنسبة 90%، عدم وجود دكتور نفسي هو السبب، والمدرب ما عارف يفرض أسلوبه، وعسى الله يوفق الشباب في الجولة الأخيرة. أمير شكله شبابي بس يعني جالس يقول لك الأسباب اللي يمكن تخلي الشباب ما مواصل صح. عاشق الموج يقول لك خلاص الدوري حظفار ضاع امل الشباب، من الاخر يعني. ابو تركي من جديد يقول لك تغيير المدرب السبب في نادي الشباب، والاداره ايضا يحتاج لها تغيير، نتمنى يرجع السيد سليمان بوسعيد لاداره الشباب. كل شيء جايز. مهند من جديد يقول لك الشباب لا يملك هوية البطل، والإدارة أعتقد لا تملك الخبرة الكافية للتعامل مع هذه الضغوط بهذا الموسم أو بهذا الوقت الحاسم. والله الإدارة شغالة يعني، ملخ أكيد حمزة وبقية أعضاء الإدارة، كل توفيق الفريقين إن شاء الله. علي يقول لك لم يحسم أو لم يحسم شيء، والبطولة بعدها في أرضية الملعب، توقعاتي وأمنياتي أن يفوز الشباب ويكسب البطولة على فرصة واحدة أكثر إيجابية. مشجع نصراوي، أوه نصراوي لازم ضد صفار، بس كل التوفيق أكيد للجميع. جميل، أكيد ردود فعل متباينة بين كل من يتابع، هناك نصراوي يتمناها للشباب، هناك شباب يتمناها نفسه وظفراوية، وغير من مشجعين الأندية الثانية يتمنوها لظفار. الفرصة لازالت مواتية للفريقين، ولكن بنسب متفاوتة، الشباب بنسبة واحد أو بفرصة واحدة الفوز، بظفار فرصتين فوز وتعادل. الجمعة هو يوم الحسم. دعونا نتابع بعض من الفيديوهات التي وصلت إلينا عبر رقم الواتساب، ولنا عودة بعدها، تابعونا. بشكل عام كل الطرق والأنواع، بكل الوسائل والأهداف، باليمنى وباليسرى على الطاير، حتى التمركز من داخل منطقة الجزاء ومن خارجها، ابتسامة عريضة لمهاجم لا يرحم، ابتسامة عريضة لمهاجم في منتهى القسوة، شوف إنه يلعب بطريقة يكرهها المدافعون. أعطوني لاعبين، أبو صالح، أبو صالح، وياسين، زين، خير الحين في حضور مباراة مع الغار وباقي دقيقتين.
دقيقتين وبيجيبوا جول وبتحلل المدخل. يلا بسم الله. والله باقي ثلاث دقائق، الحكم رفع ثلاث دقائق والحين بيجيب العمل النافذي هذا وياتي. الله 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 يا العمل هذا جول. سيد صاحب السمو ابونا الكبير. كاس غالي، كاس غالي، كاس غالي، وانت فزت معانا بخمسين ريال من القناه الرياضيه. تحيه كبيره صدور يستاهل. اهلا بكم من جديد. مجموعه من الفيديوهات طبعا نسوي حسابات الصعود الملحق وغيره ونتابع ونشوف مباريات اللي راح تلعب يوم الجمعه. طبعا تحيه لكل من تواصل معنا، رقم الواتساب مجموعه الفيديوهات اللي شفناها وتابعناها. محمد المخيني الزميل العزيز صادوك احد او صادق احد المتابعين ورسل الفيديو الخاص بتسجيل برنامجك الكاس والناس اللي راح يعرض أكيد خلال الأسبوع القادم في فترة الأسبوع والتحضير لما قبل النهائي الكأس الغالية كأس مولانا حفظه الله ورعاه. وتابعوا كذا مجموعة من اللقطات والمواقف الطريفة والرائعة اللي راح يعني يصورها الزميل محمد المخيني في برنامج الكأس والناس. نعود لكم من جديد بعد ما تابعنا مجموعة من أصداء مباراة مسقط عمان، تويتر، غير من الأشياء. درويش الفارسي الشبابي. درويش مساء الخير. مساء النور أحمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ خير. حياك درويش، كيف وضعك؟ الحمد لله تمام. كيف صحتك؟ إن شاء الله تمام. الله يعافيك. كيف أمورك؟ كيف أمور الوالد؟ بخير. الحمد لله رب العالمين، في صحة وعافية. سرك الحال يا أخي العزيز. الحمد لله رب العالمين. اللهم أمين يا رب. درويش، الشباب طبعا أوصل لنفسه في وضع خلاص لازم يفوز في مباراة أخيرة أمام ظفار، أمام المتصدر شباب وصيف. أضع نقاط أمام نادي مسقط، عمان، غيرها من التعادلات أمام السويق بالأمس. هل الشباب قادر أن يفوز يوم الجمعة أمام ظفار، أم ظفار أجهز للمباراة؟ لا طبعا قادرين. ظفار جاهز والشباب بعد جاهز. حلو. يعني هالفريقين الوحيدين اللي هم من بداية الموسم على ثبات ينافسون على الصدارة وعلى الوصافة، على الصدارة وعلى الوصافة. حلو. وإذا راجعت نتائج أو مراكز الفريقين بتحصل الشباب اكثر شيء في الصداره كان حلو. بس الحين مباراه طبعا تختلف عن موقع الفريقين سواء في الصداره ولا في الوصافه. هذه المباراه تختلف، هذه مباراه تعتبر مباراه نهائيه، مباراه نهائيه، واحنا محظوظين نوصل هالمباراه اكيد. ايوه. وانا شخصيا، كوني شبابي كنت بصراحه اتمنى نروح ظفار وعندنا فرصه واحده، ما تكون عندنا فرصتين صراحه. يعني انا شخصيا اتمنى هذا الشيء. يعني على اساس ان الثقه ما تكون زايده عند الفريق يلعب بفرصه. أيوة بفرصتين. ايوه اذا تلعب بفرصتين طبيعي انك راح تلعب على التعادل وراح تكون متحفظ شوي. حلو. ثانيا بخصوص النتائج السلبيه اللي حدثت في الفريق، فطبيعي يعني انت تلعب كره قدم فطبيعي في فوز في الخساره في عوامل نفسيه. الفريق يلعب قبلك تعرف نتيجته او انت تلعب قبل الفريق وتحاول تحافظ. بعدين هناك في اخطاء المدرب كانت واضحه صراحه في الدور الثاني. مشكله الشباب كانت في المدرب. اتمنى ان شاء الله المدرب يتدارك هالوضع. اتمنى في مباراه ان شاء الله الجمعه المدرب خلاص عارف اخطائه وين، وان شاء الله الدرع شبابي. يلا كل الشباب او كل التوفيق لكم ان شاء الله ونادي الشباب في مباراة يوم الجمعة. نتمنى نرى مباراة تليق بختام الموسم. أحمد شوي رسالة لجمهور الشبابية. تفضل. رسالتي لجمهور الشبابية حاليا اتركوا النقد سواء المدرب او الإدارة. الإدارة ما قصرت. حل. والمدرب ايضا ما قصر. حل. صحيح ان في اخطاء مدرب لابد تكاتف لا يعني. انا اتمنى الحين ان شاء الله نتكاتف كلنا كجماهير، نأدي دورني نتكاتف وان شاء الله رايحين تحصلون في صلاله ان شاء الله. جميل، موفقين. رايحين ان شاء الله درويش؟ رايحين صلاله ان شاء الله؟ بنروح ان شاء الله، ليش ما نروح؟ بارك الله فيكم. جميل ان شاء الله. وبنجيب الدرع معانا ان شاء الله. موفقين ان شاء الله ودرب السلام والله يحفظكم باذن الله تعالى ان شاء الله. جميعا ان شاء الله جميعا. شكرا درويش. شكرا الله. شكرا درويش. جميل التفاؤل الحاضر اكيد من جماهير الشباب. نشوف اتصال اخر بعد راح نتكلم عن اكيد الملحق وغيره والنتائج والنقاط وغيرها من الاشياء. اتصال اخر. السلام عليكم.
مساء الخير. أتمنى اللي بيكلمنا الحين يكون شوية بعيد عن التلفاز، الصوت يتردد وما أسمع شيء. السلام عليكم. ألو. مساء الخير. لو سمحت إذا تسمعني خليك بعيد عن التلفزيون أو التلفاز وخليك إذا بعيد خلني أسمعك لوحدك. السلام عليكم. بعد شوف إن اتصل آخر. السلام عليكم. سالم الحربي. مساء الخير سالم. ألو. سالم كيف الحال؟ ما عندك سالم، عندك محمد سعيد صالح. من معاي؟ عندك محمد سعيد. محمد المنصور. محمد كيف الحال؟ الحمد لله. بنعم أخبارك؟ كيف وضعك؟ والله بخير. أخبارك بمتو؟ كيف صحتك إن شاء الله بخير؟ بخير الحمد لله. أخبار الإذاعة طيبة؟ حياك. يا مرحبا يا مرحبا. من وين تكلمني محمد؟ تكلم عندك من صحم. من صحم؟ نعم. أمورهم صحم صحم خلاص أمورهم طيبة وباقي فريق الموج. الموج ما السنة الموج ما هو السنة. نعم. الموج ما هو السنة، ما هو الموج السنة؟ الله يسلمك. هذا الشيء الحين المدرب معناه يختلف. اللاعب يختلف، الجمهور يختلفون، كل شيء يختلفون، المدرب يختلفون. الحين كيف بتسوي؟ يقول لا اله الا الله محمد رسول الله. حلو. الحين احنا الموز الحين كيف الموز؟ اول سنه ما يجيب حالنا الكاسه، اول سنه ما يجيب حالنا الكاسه. ما عليه لا ليل ولا نهار اعرف ارقد. ما اعرف ارقد لا ليل ولا نهار الحين. زين محمد. نعم. يوم الجمعه الشباب وظفار ظفار والشباب، من تتوقع المباراه؟ اتوقع 6-6 ظفار. ظفار؟ ظفار 2-0. 2-0. 2-0 سجلهم بعد. اوكي. اي سجلهم مره يقول لك صحبانه هذا الموز. زين نشوف يوم الجمعة ونتابع إن شاء الله محمد. أنا أقول لك شيء تأكيد، أنا متأكد إن الفار 2-0 خلاص نتابع إن شاء الله. كلمنا الأسبوع القادم إن شاء الله محمد. زين أبو كريمة المنصورية عرفها كيف؟ أنا أبوها. ما سمعك. كان بنتي يعني داخل اليوم شجع الموز المنصورية كريمة. زين. ايوه تفضل. اتوقع ان الظفار 2-0. نفس الشيء تشجع الظفار؟ الظفار 2-0. خلنا نكلمها زين، كانت تتكلم خلها. نعم. ما اسمعك، ما قادر اسمع محمد زين بشكل واضح، صوت بعيد. تمام يا محمد، يعطيك العافيه ان شاء الله. يلا جزاك الله شكرا. احسنت محمد. جميل. نفس الشيء بنته تشجع الموجة ومع ظفار شيء كذا كان يقول هو. جميل. نروح لسالم مرة ثانية. سالم الحربي مساء الخير. سالم مساء الخير. سالم الحربي. راح سالم الحربي. ما انتظر. جميل. عبد الله الحبسي. عبد الله مساء الخير. مساء النور. هلا وسهلا بك. يا مرحبا وسهلا. الحبسي. كيف صحتك؟ الحمد لله. الله يعافيك. الله يعافيك. يا مرحبا. تفضل عبد الله تفضل. ان شاء الله الكاس الدوري لنادي ظفار. اها. باذن الله. حسمتها. ونتمنى من كل جماهير محافظة ظفار من شرق الى الغرب مؤازرة الزعيم الظفراوي. حلو. باذن الله. نتمنى لهم كل توفيق يحصدون البطولتين الكاس والدوري باذن الله. جميل. موفقين. اتوقع النتيجه 2-1 صالح الزعيم الظفراوي. 2-1. 2-1. وهذا عبد الله الحبسي قال لك 2-1 للزعيم، وهي العاشره على حسابهم، يحسبوها العشر المستعصيه مسمينها. باذن الله ان شاء الله، ونتمنى المؤازره فرد الجماهير. جميل. يعطيك العافيه عبد الله. الله يعافيك. شكرا لك. يعني الأمانة كل من يتابع مشوار الفريقين يرى أن الشباب اجتهد وعمل هذا الموسم. نادي ظفار بقيادة أيضا الشيخ علي الرواز أيضا عمل دؤوب وكبير بالنسبة لنادي ظفار، انتدابات، إدارة فنية،
الفريق اللي راح يفوز راح يكون يستاهل البطوله باذن الله تعالى. سالم الحربي مساء الخير. مساء النور احمد، كيف حالك؟ اهلا وسهلا بك، كيف الحال يا سالم؟ بخير الحمد لله. كيف صحتك ان شاء الله بخير؟ يا الحمد لله. ها يا سالم؟ نحن على الغيبة بعد. ظفراوي ولا شبابي؟ لا منصور انا سالم. ها؟ منصور منصور. اعرفك اعرفك منصور. نتكلم نتكلم عن الشباب وظفار في مباراة الختام يوم الجمعة، تتوقعها لمن؟ والله مع من انت؟ الشباب الحق، الشباب خلاص. مع الشباب؟ إذا جات ركلات جزاء خلاص شباب. لا لا لا، هي توصل فيها ثلاث نقاط، يفوز الشباب ياخذ البطولة، دوري أو تعادل أو فوز الظفار. ها سالم؟ شباب. شباب ها؟ تمام يا سالم. اقول لك والله عندي سؤال. قول لي. خلي لو نخلي مباراة السويق وصار حراس للحكام، لان بعد المباراة الكل بيروح للحكام بيتجه. باشر اللاعبين جاسم كلهم بيروحوا. نخلي الحكام ايش قلت؟ حراس حراس. ما افهم ما يخلي الحكام كيف كذا يعني؟ كيف يعني كيف يعني؟ بعد المباراة مباشرة يروحوا. يعني بعد المباراة ما يروحوا مباشرة سلم حراس يعني ولا كيف؟ لا حراس حراس مدنيين شرطة. حراس الآن أمن يعني قصدك الأمن يعني؟ أيوه يروح مباشرة للحكام. لا 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 أكيد ما يهمك ما يهمه، هذا الشيء أكيد متوقع ومنتهي منه يعني، موجودين. يا خلاص موجودين؟ موجودين. اوكي خلاص تمام مشكور. يعطيك العافيه سالم. سالم مهتم مبنيا ها؟ سعود المقباري مساء الخير. مساء الخير. حيك وسهلا. سعود المقباري مساء الخير. مساء الخير. كيف حالك يا سعود؟ انا شبابي. شبابي ها؟ كيف حالك يا سعود؟ انا بخير. ايوه سعود يرد علي مرتين لانه الصوت تردد معاه، في يرد علي مرتين سعود. سعود خلك بعيد عن التلفزيون سعود. اوكي سمع ما زين. صف كم يا سعود؟ صف الخامس. صف الخامس من وين سعود؟ من صحار؟ من وين؟ من صحار. اوه صحار التماسيح. ها التماسيح مر وما طيب السنه. زين سعود مع الشباب ولا مع الظفار؟ مع الشباب. كم تتوقع النتيجة؟ 3-1. 3-1 ها؟ أيوة. كلمنا الأسبوع القادم يا سعود لا تنسى. أيوة أوكي. سعود. نعم. تريد تشوف جمهور صحار ولا لا؟ صحار تعبانة. ها؟ صحار تعبانة. تريد تشوف جمهور صحار ولا لا؟ لا. زعلان ما يريد يشوف شيء. تمام يا سعود يعطيك العافية يا سعود. شكرا شكرا لك يا سعود، شكرا لك جميل. دعونا نتابع واحدة من اللقطات الطريفة. أبو خالد صوته تردد ويرد عليه مرتين سعودة. جميل، دعونا نتابع أصداء مباراة صحار ظفار، المباراة اللي انتهت بثلاث أهداف لهدف. في مباراة ظفار كان يحتاج فيها ثلاث نقاط، فاز فيها يواصل الصدارة. وصحار طبعا في موقف يعني في استياء جدا كبير من جمهوره. دعونا نتابع أصداء هذه المباراة ولا لا عودة، نتابع.
يعني أندية عالمية تكمل خير، لكن في الأخير صرت خايفة. بعد شيء وقت إن شاء الله بنرجع. الشواب يقول لولين الماء اللي انكب ما ينلقط. أسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام، وجولة جديدة وصدى جماهير آخر، وهذه المرة بطعم الصدارة الذي اقتنصها نادي ظفار في الجولة الماضية، والتي يسعى اليوم الحفاظ عليها عندما يحل ضيفا ثقيلا على نادي صحار هنا في مجمع صحار الرياضي. أما المستضيف نادي صحار فيسعى لإيقاف المتصدر وتقديم الخدمة للآخرين. هذا ما سوف نشاهده على أرضية الميدان، وما سوف نرصده على مدرجات جماهير الفريقين. الزعيم الله فايزين اليوم باذن الله تعالى باذن الله. مو سر هالتفائل؟ سر كبير، مدرب واللعيبه في روح اليوم تلعب ان شاء الله. عاده اللاعبين عاده من اربع مباريات الروح عاده الحمد لله رب العالمين. صحار اليوم جمهوره متحمس صراحة. المدرج اليوم جميل، شو سر هالتحدي اليوم؟ اليوم صراحه مره فاعلين جاعلين نار اليوم، التماسيح مره اليوم مره طالعه برا اليوم. شو سر عوده الروح؟ عوده الروح يا اخوي اللعيبه والجماهير واحنا روح طعم رياضيين. اليوم جمهورنا مرشح متنشئين دوري اليوم الزعيم جاي هني يخلص النهائي الاول. يا اخوي ما يخلص النهائي من الساعه صعبه التماسيح تماسيح صعبه امام التماسيح مستحيل. ما في دوري حساب صحار ما في متواعدين اليوم الوعد اليوم التماسيح اليوم الوعد امام جماهيرها ان ظفار لا ياخذ الدوري ابدا، ونتمنى لنادي الشباب بطل الدوري. بعد شوط كامل ممكن الزعيم يقلب الطاولة. ما يقلب الطاولة الزعيم أمام السماسيح لا دوري. اسمح لي يا أبو فاري يسوي لك حل. هوا شوف لك حل. اسمح لي يا أبو فاري شوف لك حل. هوا شوف لك حل. اسمح لي يا أبو فاري اسمح لي يا أبو فاري أنا صحراوي مالي حل. مالي حد انا صحراوي مالي حد. هوا مالي انا صحراوي مالي حد. هوا مالي اسمعني يا ابو فاري شوف الحل. هوا شوف اسمعني يا ابو فاري 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 انا صحراوي مالي حد. هوا مالي حد. الصورة اليوم جميلة، نادي صحار يظهر بصورة جميلة وينهي الشوط الأول متعادل الحمد لله رب العالمين. الكاميرا اللعيبة ما قصوا في المباراة الماضية مع السويق، أدوا الواجب اللي عليهم والحمد لله ضمننا البقاء. الآن نلعب مع زعيم الكرة العمانية لنا أبو فار، كل التحريم وتقدير حاله، لكن نقول له يبى البطولة ياخذها من مجمع صحار. ممكن اليوم بيكسبك، ممكن في الشوط الثاني تنقلب النتيجة. يريد البطولة يكسبني، إذا يريد البطولة يكسبها من نادي صحار من مجمع منه، لكن أنا أقول لك ما في بطولة على حساب نادي صحار. اليوم التماسيح قدوا وجودها وبيطلعوا بثلاث نقاط إن شاء الله. لما تشوف العمامة الخضراء هذه أجيبها هني في المدرج صحار فايز. عين وينها من قبل هاي؟ اليوم أنتوا في المركز الخامس والسادس. ما عليش، ظروف يا حبيب، ظروف ومرت، وإن شاء الله السنة الجاية نحن بنكون منافسين على البطولة. دائما جمهور صحار يقول منافسين وبنكون أحد الأربع الكبار وبنحقق بطولات، لكن مع نهاية الموسم لا شيء. ما عليش، ما إحنا في السراء والضراء مع صحار. مع صحار، حبيبنا صحار، ما في إشكالية. اليوم مشاهد جمهور نادي صحار يعني حماس روح. نعم. ايضا الروح متواجده في الفريق، شو اللي تغير في الفريق؟ تغير في الفريق المدرب الجديد، المدرب اللي جانا سوى حماس في اللاعبين،
جزاء الله خير، مشكورين اللاعبين اليوم أدوا مباراة، حتى لو خسرنا احنا راضين عنهم، حتى لو خسرنا راضين عنهم. يعني انت اليوم خايف من الزعيم وعارف ان الزعيم بيغلب؟ خايف من الزعماء، ما نخاف، احنا ما نخاف من حد جمهور شعار، ما نخاف. الزعيم متصدر ويبى البطولة، ما عليه، حتى لو متصدر متصدر على كيفه، احنا ما نخاف من حد. اللي يجيني في الملعب هذا هو اللي لازم يخاف، اللي يجيني هو لازم يخاف. والله انت عارف ان هذه المباراة قد سبقها كلام كثير، وانصح التحدي احيانا يكون ظاهرة صحية من جماهير نادي صحار، بانه ما في دوري على حساب نادي صحار بالنسبه لزعيم نادي طفار. طبعا نحن نتمنى التوفيق للجميع ولكل مجتهد نصيب سواء كان صحار او طفار، ولكن نحن نقول باذن الله ما في درع على حساب نادي صحار باذن الله. اذا كان الزعيم يريد بطوله ان شاء الله ياخذها ويحسمها هناك في مجمع صلاله في طفار باذن الله. متأملين ان صحار يرجع ان شاء الله، يرجع من بعد نصف الشوط الثاني ان شاء الله، متأملين انه يرجع. توعدت اليوم بظفار بالخساره، لكن مع بدايه الشوط الثاني تلقيتم هدفين. اكيد بلا شك، لكن ان شاء الله مع بدايه الشوط الثاني ومتاخرين بثلاث اهداف مقابل هدف، لكن ان شاء الله صحار سوف يرجع ان شاء الله بهذه همه الجماهير ان شاء الله. اختفت الروح، اختفى الحماس، ما اشاهد الروح المتواجده اللي كانت في الشوط الاول سواء على اللاعبين او على الجمهور. تعرف قله الجماهير، قله مستوى الفريق تداولنا في الاونه الاخيره، لكن ان شاء الله من مباراه كانت مباراه مع السويق بدات الجماهير تحضر، عطت الدافع للاعبين، وان شاء الله ونقول لظفار اذا فاز مبروك، ونقول لنادي سحار هارد لك. وهذه الكوره نبره استسلام اسمعها منك؟ لا ماشي استسلام طال عمرك، لان اخر نمط سحار ان شاء الله، انا اتوعد لك ان سحار سوف يتعادل امام ظفار ان شاء الله، بعون الله ان شاء الله. كيف تتعادل فريقك ما قاعد يلعب في الشوط الثاني؟ ان شاء الله ان شاء الله بيرجع سحار، ان شاء الله بيرجع سحار ان شاء الله. مع بدايه المباراه وعدته بايقاف الزعيم، لكن اليوم نشاهد ايضا نادي سحار يخسر المباراه. والله ما اعرف ايش اقول لك، ولكن ان شاء الله بنرجع بعد شيء وقت، ان شاء الله بنرجع. الجمهور طبيعي متواجد كل المباريات، يمكن الجمهور الوحيد في السلطنه اللي فريقه ما حقق اي بطوله، لكن متواجد في كل المباريات وفي كل الملاعب، يجي يشجع يحضر بغض النظر عن النتيجه. طبعا جمهور متفاعل في اي وقت في اي مكان مع اي فريق. والله صحار ما بيخسر، لكن قدر الله ما شاء فعل بالنسبة للأداء، لكن كانت سوء التنظيم السابق هو اللي أثر على الفريق وهذا، لكن نرجع ونقول بعد نقول المباراة هذه وفريق ظفار ما فريق يعني هين، فريق متمكن من كل الخطوط ماله، ولاعبين خبرة عنده وكذا، ولاعبين منتخب، والحمد لله على كل حال يعني نقول كذا. لكن بالنسبة للتحكيم، حد يرضى بالتحكيم بهذا الكروت؟ كم فاول يستوي بدون كروت بدون اي شيء؟ الى متى جمهور نادي صحار سوف ينتظر البطولات خلينا نقول من نادي صحار؟ والله الجماهير ما مقصره، وفي تقصير اخر، لكن الحمد لله على كل حال نقول خلاص الدوري الحين فات، مثل ما الشواب يقول الاولين الماي اللي انكب ما ينلقط خلاص. كانت القصور وين يعني في هالسنه؟ قصور والله من كل نواحي، يعني كان الفريق زين، اداره غيروا مدربين غيروا لاعبين، وفي الاخير رجع الفريق لهذا المستوى. هل كنت انت مستوى سحار شفته كذا بهذه الطريقه؟ كان في الدوري الاول في الدور الاول بهذه الطريقه؟ ما كان بهذه الطريقه، كان مستوى عالي، والجمهور اللي يحضر ما كذا، مواقف ما تحصل برا. اليوم اصبح انت توقف في اي مكان توقف، شوف الجمهور اللي يحضر، وهذا جمهور انت شوف لما صرنا صور تصير صلاله في صور المجمع اللي احنا نترسل جمع كامل، وهم ما يتعادوا ال 25 او 20 او 30 نفر. اعتمد جماهير كبير على اداره النادي. وايد الجماهير، حتى في المباراه الماضيه اللي كانت مع شو اسمه نزلوا في الملعب داخل،
احنا ما نقول كذا، لكن نقول نتمنى ان في الايام القادمه صحارف ولايه عريضه وكبيره وتستحق بطوله. ما الا الاداره وهذا لاعبين باذلين جهد، جمهور يتابع الفريق اول باول من وين ما يكون، اليوم اصبح يعني بهاي الطريقه. بكم من جديد متابعينا الكرام، شكرا لك مكتومي على هذه اللقاءات الرائعة، شكرا لطاقم العمل نعيم عادل بقية الشباب. رغم أن الفريق يقبع في منتصف الجدول وفي جدول الترتيب، لكن الجماهير حاضرة بشكل جيد في المباراة. رغم الاستياء الفريق نزل مستوى، ولكن جماهير صحار تبقى جميلة ورائعة، ولكن ظفار كان الأجهز للمباراة، فاز بثلاث أهداف مقابل هدف. خلونا نشوف بعض من التغريدات اللي غرد بها متابعي البرنامج في حساب التويتر. نروح. أحمد سالم يقول إن شاء الله اللقب محسوم للزعيم، ظفار قدها في الحسم في أرضه وجمهوره بإذن الله، نتمنى نشوف الجمهور ممتلئ. وليد الفارسي يقول الحل بإيد اللاعبين، لا مدرب ولا إدارة، موسم كامل وهم مع بعض، لا إصابات ولا تغييرات، هذه مباراة العمر إذا أرادوا لقب الدوري. أتفق معك أنها مباراة العمر يا وليد، موافق يا شبابي. محمد الحراس يقول أتمنى الدوري يكون لنادي الشباب عشان يكون الدوري والكاس لأندية الباطنة، الشباب يأخذ الدوري والسويق يأخذ الكاس، سويقاوي والقلب شبابي، أجمعها عشان الباطنة. تسلم يا الحراسي. أيضا وليد الفارسي يقول ثقة جمهور ظفار بناديهم كبيرة ومن حقهم، بس الشباب له كلمته إن شاء الله، وأول الألقاب من ظفار العز، الشباب لأول ألقاب وظفار للعاشرة المستعصية عليهم منذ وقت طويل. أحمد الفوري يقول ساندنا نادينا الشبابي وسنظل معاه لآخر أمل، رجاء كل الرجاء من اللاعبين أن يكون الحل في أقدامهم في مباراة ظفار ويأتوا باللقب من هناك، طلب من جماهيركم الوفية بأن طلبوا بأن يعني طلبوا ندانا يا يعني طلبوا ندانا يا إدارة ويا لاعبين، لبوا يقصد بلبوا ندانا يا إدارة ولاعبين. حلو جميل الفوري. حميد العبيداني نادي عمان فريق كبير وراح يرجع لمكانته الطبيعية أيام الزمن الجميل، زمن التسعينيات أيام عارف محكوم وداود سالم ويحيى محفوظ وسرور الذيب. نتمنى أول شيء نشوف الجمهور يا العبيداني، جمهور عمان غايب تماما عن الساحة. محمد السناني يقول مثل ما فاز الشباب على الظفار سوف تتكرر النتيجة مرة أخرى، ولكن بعزيمة وإصرار وهمة من اللاعبين وإهداء الجماهير لقب الدوري، موفقين الشبابية يا سناني. ريح الشمال يقول لك تخيل الدوري بدون صحار، غمض عينك وتخيل، ما الدوري ما أوكي بدون صحار، أموره ما طيبة. محمد ظفراب يقول لك الزعيم هو الزعيم، ونتمنى بأن لا يتهاون اللاعبين أمام الشباب، ومن وجهة نظري سوف يكون الضغط على ظفار أكثر من الشباب، جايز ويمكن العكس.
إذن هذه كانت مجموعة من التغريدات اللي غرد بها مجموعة من المتابعين في حساب البرنامج ظفار الشباب، الشباب ظفار وغيرهم، ولكن الحسم بأقدام اللاعبين فقط يوم الجمعة. دعونا نتابع فيديو آخر وصل على الواتساب، نشوف ونرجع لكم. هيا بكم يا رفاق، ماذا أصابكم؟ هل نقف مكتوفي رأيتي وننظر لهم ينتصرون؟ هل نقف مكتوفي رأيتي وننظر لهم ينتصرون؟ لا يهمني الآداب، يهمني الشعار، يهمني الانتصار، والقادم أفضل. ليست كل الأيام صعبة ولن تكون هكذا صعبة، وسأكون معهم في أصعب الظروف من أجل أن يعودوا، من أجل أن يرتقوا فوق الجميع. الكرة مخادعة، لوكاس جول، لوكاس جول، لوكاس ثلاثة، لوكاس هاتريك، لوكاس ثلاث نقاط. الشباب إلى الصدارة، الشباب بكل جدارة. جهة اليسرى يلعب كرة عرضية، جول، جول. هيا يا فرناندو، نعم في الشباك. مدنية والذهنية، جميل ورائع الفيديو الأخير اللي تابعناه، يعني خليك كده تحس بحماس وروح وطاقة إيجابية رائعة. شكرا لمصمم الفيديو واللي أرسل الفيديو، وبشكل عام شكرا لكل متواصل على رقم الواتساب يرسلنا مجموعة من الفيديوهات الرائعة اللي نتابعها خلال أوقات البرنامج. خالد حسين، اسم فني جميل، خالد حسين مساء الخير. مساء النور. أهلا وسهلا يا خالد، كيف حالك خالد؟ زين. كيف صحتك؟ تمام إن شاء الله؟ تمام. من وين خالد تكلمنا؟ من صحم. من صحم. خالد افتقدناك، أو أنا افتقدتك، أنا ما كنت موجود. كيفك يا خالد؟ زين. كيف صحم؟ صحم فايز إن شاء الله، فايز مع النهضة. مع النهضة، خلاص صحم، أموره طيبة ومريح، والموسم القادم يبدأ من جديد. ها خالد؟ زين. جميل يا خالد. خالد من تشجع، الشباب ولا ظفار؟ من تتوقع يفوز؟ الشباب. الشباب كم يفوز؟ 2-1. 2-1 وخالد الصحماوي يقول الشباب. يعطيك العافية يا خالد. يعطيك العافية يا أحمد. شكرا لك يا حبيبي، وتصبح على خير إن شاء الله. مع السلامة يا خالد. مع السلامة. شكرا يا خالد، الله يحفظك إن شاء الله. يعني مشاركات رائعة جميلة من الصغار الكبار، يعني الكل متفاعل. سعيد قطن مساء الخير. مساء النور. يا هلا وسهلا بك يا سعيد. الله يعطيك العافية. كيف أوضاعكم إن شاء الله؟ والله الحمد لله. كيف هنا في الجنوب، إيش أخبارهم إن شاء الله؟ بخير. والله بخير و... مع الزعيم طبعا. كيف يوم الجمعة إن شاء الله سعيد؟ خبرني كيف المعنويات وكيف الفريق وجاهزين لموقعة يوم الجمعة إن شاء الله؟ والله المعنويات طبعا مرتفعة. والزعيم أبو فراوي طبعا فريق يحسم الأمور في المباراة المهمة. حلو. وأتمنى للفريق للنادي الظفار التوفيق. حلو. وإن شاء الله الدوري معنا. كم توقع نتيجة سعيد؟ والله أتوقعها 3-1. 3-1 نفس نتيجة الدور الأول يعني ترجعوها؟ نفس نتيجة الدور الأول يعني في نهاية الدور الأول بإذن الله. موفقين إن شاء الله سعيد، عندكم بطولتين تلعبوا عليهن الكاس والدوري في نفس الوقت بإذن الله. موفقين إن شاء الله يا سعيد، موفقين. الله يعطيك العافية. شكرا يا جميل. أكيد أنا أتوقع الإدارتين يعني خلال هذا اليومين خلية عمل نشاط جدا كبير دؤوب انتظار الجماهير من أجل المباراة المرتقبة بين الفريقين. جميل. سلطان مساء الخير. السلام عليكم. كيف الحال؟ هلا يا سلطان. أيوه، إيش أخبارك؟ كيف الحال، إيش أخبارك؟ تمام والله. كيف صحتك، تمام إن شاء الله؟ يا حلا وسهلا بيك. حياك يا سلطان. حياك شيخ أحمد. ها كيف سلطان، كيف الأوضاع معكم؟ الأوضاع صابط. كيف يوم الجمعة مع من، شبابي ولا ظفراوي؟ والله اتوقع ظفراوي. ظفراوي ها؟ اي نعم. تتوقع ولا مايل للظفار؟ 90%. كم تتوقع نتيجة المباراة؟
يمكن 3-0. 3-0 اظفار. اي نعم. زين نتابع، شاركنا الاسبوع القادم نشوف افراح الفريق الفائز ونشوف نتيجتك صح ولا لا يا سلطان. ان شاء الله احمد. يعطيك العافيه يا سلطان. الا ما سمعت ميا كم مره نخبرك كم؟ بالنسبه تسوي جوائز ولا شيء؟ الموسم هذا ما اتوقع خلاص، لانه خلاص على نهايه الموسم اتوقع انه بقى لنا 3 حلقات يمكن من الموسم. ان شاء الله الموسم القادم ليش، لكن احنا كنا في مسابقه الموسم الماضي وما صار السنة هذه، ان شاء الله الموسم القادم ان شاء الله سلطان. لانك مخبرنا كم مره. ما يهمك ان شاء الله يا سلطان. ان شاء الله. شكرا لك، يعطيك العافيه ان شاء الله. مع السلامه. جميل، شكرا سلطان. اتصال اخر. السلام عليكم. مساء الخير. السلام عليكم. راح الاتصال شكله ولا لا؟ مساء الخير، اهلا وسهلا. انتم في صدى الجماهير على هواي مباشره عبر قناه عمر الرياضيه. السلام عليكم. راح الاتصال، شو اتصال اخر. ذكر برقم اتصالات من جديد 2-4-6-9-4-4-9-4-2-4-6-9-8-8-8-3. خلنا نذكر هناك في فرق تلعب على الملحق او الابتعاد عن الملحق، الخابوره، عمان، مسقط، وكل فريق لازم يفوز في مباراته للابتعاد عن حسابات الملحق. ناصر المخيني مساء الخير. النور. هلا وسهلا بك يا ناصر. كيف الحال؟ كيف الاوضاع ان شاء الله؟ شكرا احمد طيب. كيف الصحه ان شاء الله بخير؟ الحمد لله يعطيك العافيه، ان شاء الله غبت شويه. شويه كذا فتره بسيطه، لكن الحمد لله رب العالمين الامور طيبه باذن الله تعالى. الله يعطيك العافيه ان شاء الله. حياك يا ناصر. ناصر يعني رغم انه نادي العروبه السنه يلعب بلاعبين الاغلبيه هم شباب السن، اتوقع راضين كل الرضا عن الفريق خلال ما قدموا هذا الموسم اول شيء ناصر. سبحان الله، الكلمه خبطت من لساني. بالفعل العروبه قدم موسم جميل بشبابه بلاعبين صغار. حلو. والحمد لله يعني احنا راضين كجمهور، ما فرد من جمهور ناصر المخيمي. حلو. كفرد من الجماهير اني راضي عن نادي العروبه. كنا نطمح للافضل لكن الحمد لله. جميل، اتوقع عوده قويه في الموسم القادم. اتمنى ان شاء الله، اتمنى من اداره العروبه تتمسك باللاعبين الحاليين واتوقع معهم العقود قبل انتهاء الموسم. والعروبه يعني في مباراه صحم قدم مباراه جميله والحمد لله احنا راضين عن المستوى. جميل. الذي قدموه. جميل. بالنسبه طبعا انا اميل لفريق الشباب. من فريق الشباب ما شاء الله عليه مؤدي موسم جميل جميل جدا. حلو. واتمنى انه من مدرب الفريق لاني اميل للشباب صراحه، واتمنى انه يكون درع شبابي. نتمنى من المدرب الشباب ان يكون يلعب بخطه هجوميه بحته، واتمنى من الجماهير ان توصل حتى صلال لمواجهه فريقها، لان هذه حياه او موت لفريق الشباب. بالضبط. واذا الشباب ما قبل الموسم هذا انا اعتقد انه مشروع عليه حتى عده مواسم، من الشباب بالفعل قدم هذا الموسم ولا اجمل ولا اروع من المواسم الماضيه. حلو. وبالتوفيق للشباب ان شاء الله. جميل. تتوقع نتيجه معينه ناصر؟ والله اتمناها من كل قلبي ان تكون 2-0 للشباب، اتمناها من كل قلبي ان شاء الله. جميل جميل جميل، يعطيك العافيه يا ناصر، شكرا لك. تسلم. شكرا تسلم. شكرا لك، يعطيك الف عافيه. ناصر مشجع عرباوي يتمناها شبابيه للموسم الاستثنائي اللي يقدمه نادي الشباب في هذا الموسم. اتصال اخر، كريمه المنصوري وكريمه من مشجعي الموج نادي صحم. مساء الخير. اهلا وسهلا. كيف الحال يا كريمة؟ الحمد لله بخير، أخبارك؟ كيف صحتك إن شاء الله تمام؟ الحمد لله زين. كريمة صحماوية؟ صحماوية أكيد. والموسم بالنسبة لكم خلاص انتهى، لكن أنه كان موسم حافل يعني. موج يعني بعد هاني ما هو المستوى يعني اللي نباتنا قبله. حلو حلو. أتمنى لكم أكيد التوفيق في الموسم القادم، نستغل وجودك معنا باتصال كريمة. مباراة أو المباراة الختامية نقدر نقول. ها؟ ايوه كنت متصلة على يوم لاعب عمان وبوتان. بالضبط. كريمة الشباب وظفار في مباراة حاسمة يوم الجمعة، تتوقع لمين الفوز وبالنتيجة كم؟ اتوقع للظفار 2-1. الظفار 2-1 ها؟ كريمة يعني مع ظفار ما مع الشباب؟ نعم. زين حلو، موفق يا كريم، يعطيك العافية إن شاء الله. الله يعافيك.
شكرا لك، شكرا لك. سالم العدوي، سالم مساء الخير. مرحبا اخوي، مرحبا. هلا وسهلا بك، كيف الحال؟ راح الاتصال، هذا كله منك يا موسى. اذا نرجع نقول لحد ما نجهز الاتصالات. الخابورة يعني لو فاز على العروبة راح يوصل للثلاثين نقطة، راح يلازم انه يخسر عمان، يخسر مسقط، على اساس انه يبتعد عن الملحق. يبقى الخابور هو الاقرب لملحق المباراة. من معنا اليمامة، من وين اليمامة؟ جميل، السلام عليكم. عليكم السلام. اليمامة كيف حالك؟ بخير الحمد لله. كيف صحتك؟ زينة. من وين تكلمين اليمامة؟ من ولاية الطحم. من اخت كريمة يمامة ولا لا؟ اليمامة. ايوه. ايش قبيلتك؟ الزجالي. زجال، اليمامة الزجالية. صف كم هي اليمامة؟ صف السادس. صف السادس، ما شاء الله. ايوه. زين، اليمامة يوم الجمعة عندنا الشباب وظفار، او ظفار والشباب، من تشجع؟ من تتوقع يفوز؟ شجع الشباب. الشباب ها؟ ايوه. كم تتوقع يفوزوا؟ 2-0. 2-0. جميل. أيوة. يا اليمامة، جميل، يعطيك العافية على المشاركة اليمامة. شكرا. شكرا لك، تصبح على خير إن شاء الله. الله يوفقكم إن شاء الله جميعا في دراستكم بإذن الله تعالى. إذا نتكلم عن الخابورة، الأقرب بشكل كبير جدا، خاصة لو فاز عمان، فاز مسقط، يبقى الخابورة بثلاثين نقطة، وهو الأقرب يعني يلعب مباراة الملحق أمام نادي مرباط. كل التوفيق. عموما هناك صراع في القمة وصراع آخر في القاع، مباريات التي راح تكون في المنتصف راح تكون مباراة جدا عادية، راح فقط تلعب لانتهاء الموسم، ولكن راح يكون الصراع في القاع والقمة. سعيد المجرفي، سعيد مساء الخير. هلا وسهلا بك. كيف الصحة؟ كيف الأوضاع إن شاء الله؟ والله الحمد لله بخير. حياك يا سعيد. يا مرحبا بك. من وين تكلمنا؟ والله من ولاية عبري. من عبري؟ نعم. كيف أهلنا في عبري؟ إيش أخبارهم إن شاء الله؟ والله الحمد لله بخير وعافية. حياك يا سعيد. الله يحييك. سعيد شبابي ظفراوي، ها كيف؟ والله شبابي. شبابي. نعم. كم توقع نتيجة المباراة سعيد؟ إن شاء الله بتكون 2-1. 2-1. شباب. تتوقع انه الظفار ما قادر يخلص المباراه، راح يلعب بفرصتين تعادل وفوز؟ والله ان شاء الله احنا نكون شباب. شباب ان شاء الله الشباب يخلصوها. جميل جميل، موفقين ان شاء الله. ان شاء الله جماعه. شكرا لك يا سعيد، يعطيك الف عافيه. شكرا، شكرا لك، شكرا. اتصال اخر، مساء الخير. السلام عليكم. السلام عليكم. ايمن مساء الخير. مرحبتين. حياك السعدي، كيف وضعك؟ حياك الحمد لله. والله شخبارك؟ كيف الوضع ان شاء الله؟ تمام، مره تمام الحمد لله. من وين تكلمنا ايمن؟ والله اكلمك من السويق. من السويق. كيف اموركم السويق هذه؟ والله اكلمك من السويق. كيف امور السويق؟ كيف الامور؟ كيف الاستعدادات؟ الخميس القادم عندكم مباراه نهائي وكاس، يعني في 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 بطوله تعتبر اغلى البطولات معنا. والله باذن الله ان شاء الله نترياها، وان شاء الله نقول سويقاوي ان شاء الله الكاس باذن الله تعالى. الجمهور كيف امورهم؟ الجمهور مره مستعده وتنتظر. ما في اعذار من الاخر، ما في اعذار الجمهور يعني. ها مباراه لا 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 لا. يوم خميس وبكره اجازه، يعني نبي نشوف لوحه جماهيريه رائعه في الملعب. لا لا لا، الجماهير انا اقول لك من اليوم مره تنتظر اليوم بس. والسويق متزينه مره، ننتظر بس المباراة. جميل جميل، نتمنى بالفعل أن نرى مباراة رائعة وتليق بمستوى الحدث نفسه إن شاء الله. إن شاء الله بنتمتع، إن شاء الله بنتمتع. جميل. في المباراة. ولا إن شاء أيمن الله. الشباب عندنا، الشباب وظفار. والله أنا أشوف، أنا أحب ظفار، لكن هالمرة عطفا للشباب. أه. أتمنى للشباب إن شاء الله. للشباب ها؟ لأن الشباب قدم مستوى رائع في هذا الموسم. كم تتوقع النتيجة؟ كم يا أيمن؟ إن شاء الله 2-1. 2-1 بإذن الله. شبابي جميل، يعطيك العافية يا أيمن. أحسن. شكرا، شكرا لك، شكرا لك. ليلة سعيدة لك، شكرا لك. حميد رداني مساء الخير يا حميد. مساء الخير احمد. اهلا وسهلا بك، كيف الاوضاع؟ الحمد لله تمام. كيف صحتك ان شاء الله؟ الحمد لله تمام. هذا فضولي خير. معنا في الاستوديو دخل. خير عافيه. حميد، اولا الخابوره في موقف صعب،
في موقف يعني لابد أن يفوز الخابورة يخسر أو تخسر الفرق المنافسة الأخرى، هذا جانب نتكلم عنه الحين وبعدين نشوف التوقع في مباراة الختام. تفضل يا حميد. إن شاء الله. أول شيء عودة للمتألق أحمد العاصمي، الله يعافيك، وشيء تهنئة للمنتخب الأولمبي يصعدون نصف النهائي، يستاهل كل التوفيق له أمام الكاميرون إن شاء الله. إن شاء الله أتمنى لهم أمام الكاميرون شيء يقدم جميل إن شاء الله بإذن الله تعالى. بالنسبة بالنسبة للخابور السنة أعتقد أن المستوى خلاص يعني ما هو المستوى الخابور، أعتقد في مشكلة حصلت هنا الخابور أعتقد الموسم. أيوة. ما قدم شيء جديد أعتقد، هو الآن أعتقد يرجع الأسباب إدارة نادي الخابور. هذا المسألة يحمل على نادي الخابور. جميل. جميل. التركيز على مباراة يوم الجمعة هي بشكل كبير أن تفوز في المباراة وتنتظر المساعدة من فرق أخرى لتتجنب الملحق أكيد حميد يعني. أنت ما تنتظر حل الأندية الأخرى هي تخدم نادي الخابور. اعتقد ان نادي الخابور هو اللي يقدم نفسه بنفسه، ما يعتمد على الانديه الاخرى. ليش؟ النتائج كانت او ترتيب الفرق بعد انتهاء الجوله الاخيره يعني تبين كذا حميد ولا لا؟ اكيد بس بالنسبه للخابور هو المفروض يخدم نفسه بنفسه، لكن اعتقد هي يرجع لاداره نادي الخابور هم يتحمل المسؤوليه، هو خلى الخابور المستوى هذا يقدمه المستوى. اعتقد نادي الخابور يعني نعم. الحين مطلوب انه نبتعد حميد او تبتعد يعني التركيز على الفريق راح يلعب مباراه مهمه امام العروبه وعلى ملعبكم راح تلعب المباراه صح في 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 صحار. اكيد مباراتنا ان شاء الله مع العروبه في ملعب صحار. ويقدم نحن ما علقنا نهرب عن الملحق ايوه قلنا الملحق صعب شويه علينا. جميل زين الحين ان شاء الله يقدم خبر امام ان شاء الله العروبه، يقدم مباراه جميله ان شاء الله ويبتعد عن الملحق ان شاء الله والخبر ما يحبط ان شاء الله ولا يلعب الملحق ان شاء الله لا ما جميل. الجانب الاخر الشباب ظفار في مباراه ايضا حاسمه للقب الدوري درع دوري عمان، ثالثه تتوقعها لمن يا احمد؟ والله ان شاء الله هي لاننا ترجح لاكثر جنان الظفار لانه هو اقرب يعني. حلو. اقرب من الشباب يعني. كم توقع نتيجه المباراه؟ اتوقع ان تكون 2-1 2-1 ايوه. جميل. نتابع ان شاء الله يوم الجمعه باذن الله تعالى. ان شاء الله. شكرا يا حميد، يعطيك الف عافيه على تواصلك معنا. اذا مجموعه من اتصالات محمد الحمراشدي. محمد مساء الخير. مساء النور اخونا. هلا وسهلا بك يا محمد. الحمد لله، كيف صحتك؟ كيف وضعك؟ تمام ان شاء الله؟ الحمد لله. من وين محمد تكلمنا؟ من رستاق اخوي. من رستاق، والنعم فيك يا محمد. هارد لكم معلش يعني يمكن احنا ما ذكرت الموضوع طوال الحلقه ولكن بالفعل هارد لك للرستاق وجعلان، قدموا موسم جميل ولكن في النهايه اكيد يمكن فارق الخبره فرق بشكل كبير مع الفريقين في الموسم هذا. صحيح اخوينا، لاول مره فنفعل لاول مره وان بالضبط. شاء الله المره الجايه ان شاء بالضبط. الله بالضبط. اي نعم. جميل، توقع محمد فوز من ظفار والشباب في مباراه الختام في الدوري؟ اتوقع الشباب 2-1. الشباب 2-1 ها؟ اي والله. جميل، موفق ان شاء الله يا محمد. أحسن. شكرا على تواصلك معنا، شكرا لك، شكرا. إذا مباراة أخرى تم تغطيتها من قبل طاقم البرنامج، أصداء مباراة النهضة الخابورة، الجمهور ما كان حاضر طبعا من 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 الأساس كثير لما تلعب مباراة النهضة في ملعب مجمع البريمي، ما الحضور الجماهيري ما كان موجود. اللقطات معنا أبو خالد نتابع نشوفها. جميل، دعونا نتابع مجموعة من الأصداء اللي كانت حاضرة وبقلة وبإعداد بسيطة جدا لمباراة النهضة الخابورة، نتابع ولا نعود بعد ذلك. المواطنين مستواهم زين بس الجانب شويه شلون اقول لك يعني اقول لك المواطنين يبانهم شويه الى الموسم الجاي بتغير ويجيبوا لك عناصر ثانيه محليين يكون شويه على مستوى وان شاء الله الفريق بيمشي بيتحسن الفريق. شكرا. شوف الرضا
رضا عن عن الفريق بشكل عام. نحن ما راضين النهضة يكون ترتيب السابع ولا الثامن صراحة، ما راضين. يعني النهضة المفروض يكون على المنصة، يعني الأول الثاني الثالث، لكن السابع الثامن التاسع هذا مش مستوى النهضة. نحن صراحة عن الفريق ما راضين كجماهير، وخذها كلمة مني، لو تسأل الجماهير ما حد راضي على مستوى النهضة إن يكون ترتيبه سابع ولا الثامن. النهضة دائما على المنصة، النهضة دائما على المنصة. يا شوف الفرصة، شوف الفرصة، وبعد النهضة عنده أكثر، وبعدها عنده أكثر. والله مأدي الفريق لا بأس، يعني مضيع فرص وهاجم وضاغط، تعرف مضيعين فرص صعبة شوية، ونصر راد يدافع، عسى إنه باقي الوقت إنهم يتداركوا الوقت ويسجلوا. يعني مدى رضاك عن فريق طوال الموسم؟ والله ما راضين عن المستوى الفريق في، يعني هذا مش طموحنا، مش النهضة، يعني مش طموح المركز السابع والثامن. احنا اصلا استوينا نكون في المنصات، بس يلا ان شاء الله في الجايات، ان شاء الله المواسم الجاية الإدارة تشتغل على لعيبة محليين والأجانب على مستوى، على الأجانب على مستوى طيب، وان شاء الله اي سيطره. اتكلم عن سيطره الدور في نص الملعب، سيطره ما هذه ما سيطره، سيطره لما تسجل اهداف هذيك سيطره، تعتبر سيطره ايجابيه. اللعب كله سلبي، اللعب سلبي، عيب والله. يعني كان صغار في السن تحس كانهم كبار، ما يصير هذا الكلام، ما يصير. وين العمل، وين الجد، وين الرغبه، وين الحماس؟ مفقود صراحه في هذا الموسم، هذا مفقود، الا في مباريات معدوده على اصابع. صغار، لعيبه صغار في السن ما يحسوك انهم يعني يفترض يكونوا شعله من النشاط، لكن الله المستعان. اذا مثل ما تابعنا هي هذه الاعداد اللي كانت متواجده، والجمهور اللي تابعناهم 10 ال 15 20 شخص هم المعتادين اللي نراهم في كل مباريات النهضه اللي يلعب مباراتهم في مجمع البريم. يعني ايش المانع انه جمهور النهضه يتواجد؟ جمهور النهضه موجود، الملعب قريب، مجمع، مباراه مفتوحه لهم. يعني ولو انه الفريق مستوى متذبذب، ما يقدم مستوى يرضي الجميع، ولكن في النهايه لابد نشعر بالانتماء لفرقنا. احنا نشجع ونؤازر، لا تعليق اخر ولا تزعلوا مني. خلونا نتابع مجموعه، اروح واتساب ولا واتساب؟ جميل، شوف الفيديو اللي وصل لنا في الواتساب. المخيني، ايش السالفه مع المخيني اليوم؟ المخيني انصاد المره الثانيه، يلا نشوف المخيني ايش انصاد في الكاس والناس. إذن محمد المخيني واصل تصوير برنامج الكأس والناس اللي راح نتابع خلال الأيام القادمة قبل بطولة الكأس الغالية، وحاضرة أصداء الجماهير وبقوة، نتمنى نشوف الجماهير حاضرة في مباراة النهائي وبقوة لمؤازرة فرقهم الصاعدة للنهائي. السويق ضفار وضفار والسويق، روح على تويتر روح. محمود السكيتي يقول: أتوقع نادي عمان سوف يخوض الملحق مع نادي
مرباط. نشوف حسب النتائج كيف، هل يخوض ولا لا. ممكن، كل شيء جايز. بولبيب الفارسي يقول ظفار بيلعب تحت ضغط جماهيره، بيلعب بفرصتين وبتحصل وبتحصل لاعبين ظفار في توهان، لذلك الشباب بيستغل الوضع وبنفوز عليهم وبنشوف. مدها طويلة طبعا، نتابع ونشوف يا بولبيب الفارسي يوم الجمعة إن شاء الله. مصنعاوي يقول نتمنى للجيران حسم اللقب وسحبه من أعماق أرض ظفار الغالية، كلنا معاك يا شبابي ونتمنى لا تخذلنا كجماهير. حلو التكاتف الجيران كذا مع بعضهم. عبدالله المزروعي يقول لك الدوري وراح علينا ولكن الكاس الغالية باقية وسوف يكون في أرض السويق. صور أو صور يا مصور وارسم يا فنان، وهذا هو شعاع الشمس. نتمنى نشوفكم في مجمع السلطان قابوس العظيم بوشر يوم الخميس. صحراوي يقول دورينا جميل ولا زال لقب الدوري غير محسوم بين ظفار والشباب، ومن جهة أخرى فريق يريد أن يتنفس الصعداء. يا رب روح. أهلا بكم من جديد، أكيد بكذا نصل بكم للختام، ولكن قبل الختام تابعنا في حلقة اليوم مجموعة من أجزاء مباريات الجولة قبل الأخيرة، الجولة القادمة قبل الأخيرة. المباريات الأبرز اللي راح تلعب، يعني اللي راح يكون عليها الضغط الأكبر، هي مباراة اللقب، مباراة ظفار نادي الشباب. راح تكون المباراة في الساعة 6، لا عفوا، ظفار الشباب الساعة 9 راح تلعب المباراة. السويق مسقط أكيد لتحديد مسقط يبتعد عن الملحق، عمان فنجة أيضا عمان يبتعد عن الملحق، الخابورة العروبة أيضا الخابورة الابتعاد عن الملحق، هي مباراة بالنسبة لقاع الترتيب للابتعاد عن الملحق اللي راح يلعب ضد نادي مرباط. المباراة الأبرز هي مباراة ظفار الشباب، أيضا مباريات النصر صحار فقط في ترتيب الجدول. أرساق قعلان لن تغير شيء، هم الفريقين اللي نزلوا إلى دوري الدرجة الأولى، صح من هذا أيضا لن تغير حاجة في ترتيب، يعني فقط ترتيبية المباراة. تبقى المباراة ظفار يعني الشباب ومباريات اللي هي راح تحسم بالنسبة للقاعة. الأسبوع القادم ملتقان يتجدد من جديد، ولكن لمعرفة من هو الفريق المتوج بدرع دوري عمان تلي هذا الموسم من الفريق اللي راح يلعب مباراة الملحق، وراح ننتظر أكيد تغطية جميلة. وراي أيضا بطولة الكأس الغالية هناك تغطية أيضا لها جميلة، انتظرونا فقط بإذن الله تعالى خلال الأسابيع القادمة قبل ختام هذا الموسم الكروي اللي كان حافل بكل شيء جميل ورائع. شكرا لكل من تواصل معنا قبل الختام،
دعوات قلبية بالتوفيق إن شاء الله للكابتن علي الحبس اللي راح يلعب بإذن الله تعالى بعد ربع ساعة مباراة الإياب في مباراة البلاي أوف ضد نادي فولهام ريدينغ ضد نادي فولهام. مباراة الذهاب انتهت 1-1، مباراة إياب كل التوفيق للكابتن علي في الطريق إلى ويمبلي للمباراة الختامية اللي راح تؤهلهم بإذن الله تعالى للبريمير ليج بإذن الله تعالى. شكرا طاقم البرنامج، شكرا زميلنا المخرج وليد الوهيب، يعطيكم ألف عافية، تصبحون على خير وملتقانا بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم. مع السلامة.